ومساحتنا الأخيرة لليوم راح تكون ضمن عالم تطوير المهارات الذاتية والمهارات الحياتية، وراح نحكي عن موضوع العلاقات العامة، قديش هذا المفهوم اليوم مهم يكون موجود بأي شركة أو مؤسسة أو حتى نحن على صعيد الأفراد، قديش مهم نمتلك هي المهارة وكيف ممكن ينعكس هذا الشيء إيجابا على حياتنا. أكيد بيسعدنا نرحب بالدكتورة فاتنة نظام، وهي دكتورة بالعلاقات العامة وتنمية المهارات الحياتية. صباح الخير. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا. يسعد صباحك. صباح تعني. اهلا وسهلا فيك. خلينا بالبدايه، يعني نحن وقت بنقول علاقات عامه وجودها بحياه الاشخاص او بالمؤسسات والشركات قد ايه يعني هي بتكون مهمه؟ هلا بعد شوي بنحكي عن وظائفها وعن اهميتها، بس خلينا هيك نعرفها بشكل مفصل اكثر للمشاهدين. تمام. هلا نحن كلمه العلاقات العامه انه هي عباره عن عمليه اتصال، اي اول شغله انه هي عمليه اتصال دائما بتكون نوع ملا عشوائيه، هي بطريقه مخططة، بطريقة خلينا نقول منظمة، بطريقة أسلوب شو بدي أحكي، شو بدي أتصرف، كيف بدي تكون الانطباع الأول، يعني بمعنى من الألف إلى الياء بكل الموازين. نحن حكيتي على العلاقات العامة يمكن خلينا نقول كأفراد وكمؤسسات. الأفراد يلي هو يلي لازم نحن كل واحد فينا يكون عنده هي المهارة، يعني مهارة العلاقات العامة إنه أنا كيف بقدر ابني العلاقات بطريقة صحيحة. معناتها أنا لازم أمتلك مهارات سلوكية، مهارات يمكن خلينا تقنية، مهارات عناصر أساسية لأنا أشتغل على أساسها. فأنت ما بالك إذا فتنا نحن على المؤسسة أو المنظمة، فأنا بدي أشتغل على هيئة كتير مهمة يلي هو عند الجمهور يلي هو خارج نطاق المؤسسة، وأنا كيف بدي أستهدفه أنه أنا حبب يمكن هاي المؤسسة كوني الوجه الأهم بالمنظمة، أنه العلاقات العامة يكون هو شخص مهم وهو الصورة الإيجابية، خلينا نقول هيك بطريقة عامة هو وجه البسط لأي منظمة، يعني بيعطي صورة إيجابية حقيقية. طب ليش مهم العلاقات العامة؟ يمكن كثير من المشاهدين بيسألوا هذا السؤال، ليش هي مهمة للأفراد وللمؤسسات؟ أول شيء نحن ما تنقول مثلا هلا في كثير عالم بتقول لك مثلا، خلينا نتجه أول شيء على الأفراد، في كثير عالم بتقول لك أنا عندي علاقات عامة كثير، فأنت بتسأليهم قديش شو يعني علاقات عامة؟ قديش عندك إياها كثير؟ فبيقول لك أنا عندي كم هائل من مثلا الأرقام، تمام؟ ولكن مو هون القوة، القوة صديقتي هي عبارة إنه أنا كيف بقدر شبك بين الأشخاص، هي القوة اللي دائما في عندي أنا شبكت بينك وبين شخص لأنا أعطي نتيجة معينة، أنت توصل لنتيجة معينة، هون اللي هون بنقول نحن أهمية العلاقات العامة، تيسير أمور، يمكن خلينا نقول تغيير وجهات نظر، إبداء وجهات نظر بالطريقة الصحيحة، وأهم نقطة اللي هو بتكون السمة الأساسية للعلاقات المصداقية، اللي أنت كل مكان عنده شخص مصداقية، شغف، مبادرة، بمعنى أنا بس أحكي لك مثلا عن مؤسسة مثلا مثل الإخبارية، فأنا بس بدي أحكي لك إياها بطريقة الشغف والمبادرة، ومثلا في مصداقية، في شفافية، فأنا عم بكون حقيقة الصورة الإيجابية، شو فيها شو عم بقول؟ الصورة الإيجابية لهي المؤسسة، فما بالنا إذا كنا إحنا عم نشتغل على منظمة أو مؤسسة، فنحن لازم كتير نشتغل على أسلوب يلي نحن مثل ما قلت أنا أول بداية على إنه سلوكيات وعلى خبرات أساسية يلي منقول نحن الكفاءة، وأهم نقطة الأولى والأخيرة إنه أنا يكون أمتلك مهارات اتصال وتواصل صحيحة وأنا أوصل للنتيجة، يعني من وإلى بالأخير. أوقات الأشخاص اللي بيشتغلوا إدارة علاقات عامة أو بالعلاقات العامة ببعض المنظمات أو الشركات والمؤسسات بتكون يعني عملهم مانو محدود، موسع على نطاقات مختلفة وكبيرة، يعني بده يكون ملم بكل شيء، بالموظفين وبالإدارة وبالتشبيك حتى مع جهات تانية. هون يعني فينا نحن نحدد نحد من شغلة العلاقات العامة، ولا هو لازم يكون ملم بكل هاي الأشياء؟ لا، هو لازم يكون أكثر. هو ملم بكل القصص، يعني لازم هو ملم بخبرات ومعارف مختلفة بريادة الأعمال، جدا لازم يكون مهم بالإدارة، لازم يكون، لأنه هو شو وظيفته؟ هو نحن دائما نفكر العلاقات العامة هو بس فقط خارجي، لا هو مو بس خارجي، مو مع الجمهور فقط، الخارج المنظمة، لا هو ممكن يتدخل بالماركتينج. ممكن يتدخل بالماركتينج، ممكن كتير، هو خلينا نقول هو البداية للماركتينج. يعني هو مثلا نحن ما تنقول نحن صار عندنا مثلا كمؤسسة وعندنا
مكتب العلاقات العامة، نحن هو الشخص الأول اللي هو ببين من المؤسسة، تمام؟ فنحن مثلا يمكن هو يعطي الصورة الإيجابية، يعطينا عن العمل، عن الشغل، شو نحن بنشتغل تماما، فهو معناته هو بيشتغل على مثل نوع التسويق اللطيف، يلي بمعنى إنه أنا ما بالضرورة، لأن نحن في عنا دائما بالعلاقات هو مو بالضرورة إنه أنا مثلا ما صار بزنس أنا وياكي فأنا بقطع العلاقة، لا، هي عبارة عن بناء. يعني هي بتجي اول سنه وثاني سنه، مو بالضروري من اول سنه مثلا يصير في شغل، بعكس مثلا يمكن التسويق او المبيعات، اذا هذا الزبون ما قدرنا نكسبه فنحن خلص ما عاد في عندنا شغل بيناتنا نحن وياه. فهو اول شيء بيجي العلاقات العامه، نعمل الصوره الايجابيه للمؤسسه للمنتجات، شوفي لان انا عم بروج لمنتج حقيقي لهي المؤسسه، عم بعطيكي مثلا يمكن ارقام اسعار، عم بعتبر انه نحن صرتوا عملاء عنا، فانا عم بعطيكي اول صوره الايجابيه. بيجي المرحله الثانيه اللي هي انا مهدت الطريق كعلاقات عامه، تجي عندي التسويق ومن ثم المبيعات، فمعناتها الاساسيات اللي هو بنقول مثلا اول شيء الخطبه، بعدين بتصير نوع الزواج اللي هو بهي الطريقه اللي نحن بنرسم الخط. كرمال هيك قلت انا هي عباره عن خطه استراتيجيه ومخططه، يعني دائما ما تنقول احنا كل اول سنه في عندنا خطه بتنحط انه نحن شو بحاجه، شو بدنا السوق، وين مستهدفين، اي جمهور نحن هلا مستهدفينه، وكيف بدنا نبلش برسم الخطط بالطريقه الصحيحه. نشوف كثير اشخاص عندهم هي الملكه، يعني بنقول هو شاطر بالعلاقات العامه. خلينا يعني نعطي اليوم نصائح للافراد، نبدا كيف ممكن هن يطوروا هي المهاره عندهم، شو المواضيع ممكن يشتغلوا عليها ليكون عندهم اساسيات العلاقات العامه ليقدروا يقتنصوا فرص اذا اجيتهم. تماما، اللي هي اول نقطه هي الكاريزما. يعني دائما نحن في عنا مثلا في اشخاص بنقول نحن هي ملكه بالعلاقات العامه، طب ليش عنده هي؟ بنقول هو ملك علاقات عامه، لانه هو يمتلك يمكن غير مفاتيح اللي نحن قلنا السلوكيات والخبرات، هو في عنا مثلا نقاط اللي هو حالات مشاعريه، مثلا خلينا نقول مثلا شو هي الكاريزما تبع العلاقات، اللي هو في كثير اشخاص انت اول ما بتشوفيها بتقولي يا حبيت او ما حبيت، لسه ما سمعتي صوته، لسه ما سمعتي حديثه، فهي اسمها الكاريزما للعلاقات، اللي هي عباره انه هو عباره يمكن عنده قوه حضور، اسلوب تعاطي، انطباع صحيح، فانت اعطاكي الامور بالطريقه الصحيحه. النقطه الثانيه اللي هي كمان عندي الكاريزما، اللي هو دائما في عندي الحاله المشاعريه، يعني في عالم هي مجرد ما بتبلش تحكي معك بتقولي في عندها روح بالحديث، تمام؟ فمعناتها هي معناتها من المهارات اللي هو لازم الواحد يمتلكها كعلاقات عامة، انه انت تعطي للمحتوى اللي انت عم تعطيه مشاعر، لانه في كتير عالم مثلا بتقول لك حسيت في برود، ما حسيت انه حقيقي الحكي، طب ليه؟ لانه هو حقيقه ما له عايش الكلمات، لان انت بتشحن الكلمات، فبتقولي انت احيانا قبل ما يحكي في عنده روح ايجابيه، فانه بيعطي للكلمات شحن ايجابي، تماما هو هيك تماما العلاقات العامه، هو بيعطي شحن للكلمات اللي هو عم يحكيها، فهو دائما بنقول ينتقي الكلمات المناسبه بالوقت المناسب، فنحن دائما ما تنقول نحن كعلاقات عامه هو بيرسم الخطه، كيف يعني بيرسم الخطه؟ بمعنى بيختار الكلمات، المفردات، المكان، الجو، حتى بيدرس الحالة اللي انت موجودة فيها، لأنه دائما ما تنقول نحن مو هي الشخصية المؤثرة تبع العلاقات العامة أنه انت تكون الشخصية المؤثرة، دائما في عنا الذكي وعندي شديد الذكاء، الذكي اللي هو دائما بيكون هو الشخص المؤثر كعلاقات عامة، أنه شخص مؤثر وبقدر أثر، ولكن مين بيكون هو المؤثر أكثر؟ يلي أنت بتكوني حقيقة، أنا بخليك أنه أنت تكوني مؤثرة بالنسبة لي، فأنت هون صرت أنا عندي كملك علاقات عامة، لأن صار في عندي التبادل والاتصال الصحيح 100%. خلينا نوقف بس عن نقطة مهمة كتير، يعني في أشخاص ما حكيتي حضرتك أنه لازم تكون الكاريزما موجودة عندهم، بتغطي على كتير أمور وممكن ينجحوا بأي شيء هم بيعملوا لمجرد وجود هاي الكاريزما عندهم. طيب في أشخاص ما عندهم هاي الكاريزما، ممكن في مهارات يتبعها أو أمور بتساعده لحتى يصير عنده كاريزما، ولا خلاص هي بتجي بالفطرة؟ هلا دائما هي عنا في عنا هي إشكالية أنه هاي الكاريزما هي فطرية أو هي مكتسبة، هو حقيقة الاثنين، يعني احنا في عنا أحيانا أطفال صغار نقول له شو عنده الكاريزما، عنده هيك حضور حلو صح؟ فهو معناته هو فطري وفي مكتسب، المكتسب أنا كيف بدي أشتغل عليه؟ نحن في شيء اسمه كل واحد عنا نقاط خلينا نقول
قوة ونقاط ضعف. في عالم هي احيانا ما بتكون ظاهرة، ما بيعرفها شو نقاط القوة. ممكن انت نظرة عينك، ممكن مثلا حضورك، ممكن كتافك، ممكن اسلوبك بالحكي، تماما هي الشدة، تماما هي الكتاف، هذا كله اسمه ظهور، هذا اسمه قوة حضور، تمام. فنحن احيانا الكاريزما يمكن هو في عالم كتير يكون عندها نقاط حقيقية للكاريزما، ولكن هي ما بتعرف تتعامل معها او حتى ما بتعرف تبينها. احيانا نحن اخطاء نحن بحديثنا بالبادي لانجوج نحن تستخدم بطريقه غلط، فهي بتقولي ما حبيت، تمام. فهو صار بعيد عن القلب. نحن دائما مفرداتنا هي بعيد عن القلب وما بعرف شو، بس هي حقيقه 100%. فالكاريزما هي مكتسبه، بقدر انا اشتغل كيف على بيقدر الشخص هي انه يتبع شو الخطوات اللي لازم يعملها لحتى يكتسبها. اول شيء ممكن اسلوب حكيه، يتطلع انه مثلا في احيانا في عنا اخطاء، مثلا يتطلع مثلا بكرفقاته مثلا يقول له انت اسلوب مثلا حكيك فظ، او نبره صوتك مثلا مؤذيه، او انت مثلا كثير بتعمل حركات بوجهك، او مثلا كلامه، او اسلوب كلامك انه مثلا. فهو ببلش يتدرب عليها. ما في شيء بالحياه ما اذا انت ما تدربتي عليه ما بتقدر تكتسبي المهاره، وهي ما بتيجي كبسه زر. يعني هي مثلا انه انا مثلا صير مثلا انه عم شد على كلماتي، فهون بلش هون مبين انه شو مصطنعه. اما هي تصير اسلوب حياه وسلوكيات بالحياه، فهون انت بتصير عم تنمي مهاره هي صرتي بحياتك بسلوكياتك. فهي عباره عن مره اثنين ثلاثه، وبشوف في شيء اسمه رد الفعل. يعني انا مثلا بشوف هلا مثلا مع صبيه انا عم بحكي، بشوف الفعل، طب انا اذا بعد حكيت هيك شلون كان رده فعلها، شلون كان هي استقطابها لهي الكلمه. فهون انا بقدر اتعامل وبقدر اكتسب اي مهاره. بالختام بدنا نتشكر اليوم وجودك معنا دكتورة، وأكيد للحديث تتم بالحلقات القادمة. أهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لكم، كل عام وانتم بخير. حديث يعني كثير حلو الموضوع، وله أفاق موسعة أكثر وما بيخلص النقاش فيه، يعني كل شوي بتجي فكرة جديدة أو كلمة جديدة. أهلا وسهلا، بدنا نتشكر وجودك معنا. شكرا حبيبتي. أهلا وسهلا فيك.